مشاهدينا وصلنا لآخر فقرة في حلقتنا لليوم، ونصائح مفيدة وهامة لكل أم من سوبر مام، واليوم مخصص لتحديات الأم، وفي فقرة المطبخ نتعرف على وصفة التيراميسو. نتابع. بداية مع اللايف كلاس، وموضوعنا لليوم هو عن التحديات الأم الوحيدة، ولنختم مثل العادة مع سوبر كوكينج وشيف إلي وطبخة جديدة. موضوعنا لليوم عن تحديات الأم الوحيدة لأي سبب من الأسباب، وحتى نعرف شو رأي الناس بهالموضوع، فريق السوبر مام نزل على الأرض لياخد رأيهم. خلينا نشوف سوا شو قالوا. بدها تضحي بحياتها كرمالهم، بدها تعرف معشر الأولاد، تعرف سلوكهم، انضباطهم وتصرفاتهم كلها صح. بفتكر إنه هي قد المسؤولية بتكون، بس لازم يكون في حدا حواليها. هي صعب تقدر تكون أم وبي، رح تكون بس بدون كمان حدا يكون حدا يحس إنه في عنده وهرة بي، وهرة شاب، يعني إخواتها إخواته لازم يوقفوا حدا. أنا بحس إنه الأم عطاء حياتها، يعني بحس إنه يمكن إذا 5% بتهتم بنفسها 95% بولادها. بعد ما سمعنا رأي الناس خلينا نفوت أكثر بالموضوع. موضوعنا لليوم هو التحديات يلي بتواجه الأم الوحيدة. المعروف انه الامهات الوحيدات لاي سبب من الاسباب يلي ذكرناها وقتهم بيكون محجوز لتامين الحياه وتربيه اولادهم. هالنوع من النساء بيستحق الاعجاب، مش سهل تكون الام وحيده. شو هي هالتحديات؟ هالنوع من الاهل كانوا مرتبطين بالزواج وما خططوا للانفصال ابدا، او انهم يربوا اولادهم لوحدهم. لما بيكونوا زوجين بيقدروا يقوموا بهالمسؤوليه بسهوله اكبر. الوضع المالي عادة هو أكبر التحديات. أحيانا الوظيفة الوحدة ما بتأمن مدخول كافي اللي بتحتاجه الأم لأولادها، ولما الأم بتربي لوحدها بسبب التحديات المالية بتشعر الأم الوحيدة بضغط كبير. تأمين حاجات أولادها اليومية من أكل وتياب ومأوى بيتطلب مدخول كبير، ومع غياب الدعم الثابت للوالد كتار من هالأمات بيكرسوا كل الوقت لتأمين الحاجات الأساسية لأولادهم، وهالشي بيخليهم يتعرضوا لضغط نفسي كبير. يمكن العائلة مثل الأهل تقدم الدعم المالي للتخفيف من العبء المالي على الأم، لكن إذا كانت ميزانية الأم الوحيدة ضعيفة أو محدودة لازم تتذكر إنه هي على رأس هالعائلة، وإنها كمان عندها حاجات وبالتالي لازم تهتم بنفسها. ضروري تفكري بحالك وتعملي بعض النشاطات يلي بتساعدك تجددي طاقتك لتقومي بدورك بسعادة ونشاط من دون ما تستنفدي طاقتك. ننتقل للتحديات النفسية. بعض الأمهات الوحيدات بحسوا بالذنب وبيعاتبوا حالهم على أي تقصير، وخاصة لما بتغيب عن البيت لتروح تشتغل، وأحيانا بتشعر بالتعب بسبب ساعات العمل الطويلة وبتبطل قادرة تساعدهم على رفع مستواهم التعليمي. بعض الأهل الوحيدين بسبب الانفصال بيشعروا بالدونية ببعض المجتمعات، خاصة أنه بعض الأهل بيضطروا يطلبوا مساعدة بتأمين المأكل والمأوى والتياب من بعض الجمعيات، بيخافوا يعتبرهم المجتمع عالي عليه. كتير مهم تعرفي أنه تعبك النفسي بينتقل للأولاد. كرمال هيك من الأفضل يكون عندك شخص بيسمعك وبيفهم مخاوفك وهمومك وبيقدر يناقشك بحكمة ويعطيك رأي داعم بالظروف اللي عم تمرق فيها. أنا بحيي الأهل الوحيدين لأني بعرف شو هي التحديات يلي عم بيواجهوها، وبقدر الحب الكبير يلي بيحركهم لتأمين الأفضل لأولادهم. أكيد إنكن عم بتضحوا بكل اللي عندكن وبتمنى تعطوا نفسكن العناية ذاتها اللي بتعطوها للعيلة، وهالشي بيكون دليل على احترامكن لنفسكن. قبل ما نوصل لنهاية هالفقرة رح نشوف سوا كيف ممكن تهتمي بنفسك. شكلي فريق داعم إلك لأنك رح تحتاجيه أكيد. صممي تكون عندك أوقاتك الخاصة فيكي، هالشي ضروري لتجددي طاقتك. كوني مبدعة بحلولك، فتشي عن أفكار جديدة مع فريق الدعم. كوني حاضرة لما بتكوني مع أولادك، اسمعيهم منيح، اسمحي لنفسك تبكي، هالشي صحي. عتني بصحتك، الاهتمام بنفسك أمر أساسي. بالآخر تربية الأولاد لوحدك من أهم التحديات اللي ممكن تواجهيها، بتتطلب قوة كبيرة وذكاء ومثابرة وحكمة ومهارة وقدرة على اتخاذ القرارات، لكن إتمام المهمة رح يكون مصدر فخر كبير إليك، وإذا اعتنيتي بنفسك أنت وعم تهتمي فيهم رح تلاقي القوة والأمل اللي بتحتاجيها. بتمنى لك كل التوفيق. نتوقف للحظات ومنتابع باقي فقرات سوبر مام.
بايركس، هي وحدة بايركس. لكل مناسباتي بستعمل مجموعات المتنوعة من بايركس، للتحضير، للطهي وعلى المائدة. بختار المجموعة المعدنية المانعة للالتصاق، سيراميك الأنيقة أو الزجاجية الشهيرة. بايركس، هي وحدة بايركس. بايركس، هي وحدة بايركس. الاجتماع حول السفرة بيقوي الروابط العائلية وبيفتح مجال لمناقشة كتير من المواضيع. يا ترى شو طبق اليوم؟ خلينا نتابع سوا فقرات سوبر كوكينج مع شيف إلي. من سوبر كوكينج وصفة لسوبر مام، وصفة غير شكل، هي تيراميسو بالدراق. سوبر داد ما قاله؟ كمان في يعملها، يلا انتبه لها، حضر لها. التيراميسو بالدراق رح تكون وصفة كتير طيبة. أول شيء بدي حضر سبونج كيك، يعني يكون عندي عجينة الجنواز أو سبونج كيك على جنب، بحضرها على شوكولا، بنكهة الشوكولا بحطها فيها، تكون جاهزة واشتريها كمان من السوبر ماركت. هلأ رح بلش حضر الجبنة، جبنة الماسكربون. مع سكر بودرة، خلطهم مع بعضهم، إجمالا بس نحط السكر بودرة الجبنة بتصير رخوة وبتصير فيها ماي. الوقت بضيف الكريم فريش مع التحريك، وبخليهم يصيروا رخوين، ما في شيء صعب. بحطهم على جنب. بدي حضر الدراق هلا. بقطعهم بهالطريقة، خلي للتزيين كمان. اوكي، هلا حط الدراق كله بالطنجرة، ضيف معهم شوي من السيرو تبع الدراق، مثل ما قلنا بالأول عنا السبونج كيك جاهز، بدي بلش حضرها. بقطعهم بهذا الشكل، شوية جنواز قطعتهم بهالشكل تقدر صفصفهم مثل ما بدي. هلا خلصوا الدراق، في اتركهم تيبردوا ارجع اشتغل فيهم، بس هلا نحن ما عندنا وقت، رح حطهم على السخن. انتوا بتتركوهم شوي صغيره وبترجعوا بتشتغلوا فيهم. على السبونج كيك، التيراميسو يلي حضرتهم بهيدا الشكل،
شوي من جوز الهند يلي فيه رشه هيك بهالشكل كمان. برجع حط طبقة تانية كمان على السبونج كيك، برجع بحط الدرة لأن سبونج كيك بيشرب الزوم أو القطر يلي حطيناه. هلا كمان رح نكفي تزيين. رح نحط الدرة بالنص. تحضيرها كتير سريع وكتير هين، بنصحكم جربوها. بالختام بحب أعبر عن احترامي لكل أم عم تربي عائلتها وحدها، هيدي مهمة ووحدة سوبر مام بتقدر عليها. قبل ما ودعكم بحب أذكركم أنه فيكم تزورونا على صفحة سوبر مام على الفيسبوك أو تراسلونا عبر البريد الإلكتروني اللي عم يمرق قدامكم على شاشتكم. مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، هذه الحلقة آخر حلقة لي وياكم في سنة 2013، يا رب راح أشوفكم إن شاء الله في 2014 الأسبوع الجاي، لكن أتمنى لكل الفريق العامل في برنامج سيدتي من الإعداد للإخراج المصورين الكل وزميلاتي في جدة والرياض وهبة جمال، الكل أتمنى لكم سنة تكون عليكم أحلى سنة في حياتكم إن شاء الله يا رب 2014، وإن شاء الله يا رب مشاهدينا أشوفكم في 2014 باشر في حلقة مع زميلتي هبة جمال وباقي زميلاتي في جدة والرياض. تابعونا وإن شاء الله كل سيدات العالم العربي يكونون بخير وسيدات الخليج يكونون بخير. تصبحون على خير.